بالله بالله يعني كم عمرك؟ لا لا صدق عجبني كم عمرك؟ 28. هل تزوجت؟ هل بنت مستقبلك؟ هل أسست حياتك؟ لا ما لما غير تزوج في الرياض رايح جاي لا واحد ولا اثنتين بلا هدف كذا تمشي بعلمك بس انه يعني واحد انت خل عبد الله انت من 20 مثلا لا تزوجت ولا لا ماخذ ام اخوك جديد 80,000 ريال وصاد معلم تلفه راح والله العظيم اني اسمع كانك ماخذ 80,000 حدا في النار والله اني لا لا صدق يعني طيب انت لا احد يعني بس كذا يمشي بس كذا يمشي والله العظيم اني اسمع فهد من لذات اللي شفته انت الحين خلاص مو خلاص موضوع انه عبد الله انت بالعمر 28 سنه وش باقي؟ الواحد ياسس حياته يروح ترى الدنيا ما هي كلها ضحك ونا والله العظيم يعني واحد انت بالعمر يضيق على العدو هذا شب دي صح صح خش بيا بالشر عليهم فد ما نكد لعليهم يا عيال كيف الحال؟ كيف الحال؟